الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فالسلام عليكم احبه الحبيب صلى الله عليه وسلم مع بلاغه حديث من احاديث سيدنا رسول الله وحديثنا هذه الليله رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشه رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان فيه اثم كان ابعد الناس عنه وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحديث الغالي النفيس يرينا صورة الاستقامة فالنفس المستقيمة والنفس الرشيدة تميل إلى اليسر وتميل إلى السهولة والنفس غير المستقيمة هي التي تميل إلى التشدد وإلى التعسير والدين يسر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم واليسر الذي في الدين يلازمه ايضا يسر في الحياه فالذي يكون سهلا لينا في الحياه يكون سهلا لينا في الدين والذي يكون متشددا في الدين يكون متشددا في الحياه وهكذا الامران لا ينفصل بعدهما عن الاخر لان الدنيا ليست ضد الدين والدين ليس ضد الدنيا هذا ما يبينه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفت فيه السيده عائشه رضي الله عنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهه العسر واليسر حينما وصفت فيه هذا الجانب المهم جدا والدقيق جدا في حياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فيه السيده عائشه رضي الله عنها صفه الحبيب المستقيمه وان عنوان الاستقامه اليسر فقالت في الحديث ما خير جاءت بماء المصدريه اي هذا كان الوصف الدائم والعمل الدائب والتصرف المستمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما وجاءت باسلوب الحصر باسلوب القصر لتبين انها قاعده مستمره في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولها ما لم يكن إثما، بينت أن المراد بالأمر ها هنا ليس أمر الدين، ولكن المراد بالأمر ها هنا أمور الحياة وتصرفات الحياة، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عُرض عليه أي أي أمر من امور الحياه اختار الايسر. يعني بشكل سهل جدا وميسور اذا خيرت بين ان تسافر بالسياره وان تسافر بالدراجه اي الوسيلتين تختار في امور الحياه عليك ان تختار الايسر والاسهل وان تتاسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان ايا من الوسيلتين ليس فيه اثم وليس فيه قطيعه رحم اذا التحريم والتحليل ها هنا في اختيار امور الحياه يرتبط بارتباط المختار هل فيه اثم ام ليس فيه اثم فان كان فيه اثم فابتعد عنه ايا كان هكذا تصف لنا السيده عائشه رضي الله عنها فقه الحياه كيف كان يتعامل معه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع البقيه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى أهلا بكم أحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف الذي وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها لتصرفات الحبيب صلى الله عليه وسلم واختياراته في أمور الحياة ترسم لنا خط الحياة العام. كيف نسلكه؟ وكيف نمضي فيه؟ وكيف نعيش في حياتنا؟ نختار الايسر من الامور في حياتنا حتى يتطابق تصرفنا في الدنيا مع تصرفنا في الدين فيكون الوصف الذي وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في الحديث الاخر المؤمنون هينون لينون فيكون الوصف متحدًا ويكون هناك انسجام بين تصرفاتك الدينيه وبين تصرفاتك الحياتيه اي ينعكس التصرف الديني على التصرف الحياتي وينعكس التصرف الحياتي على التصرف الديني فنكون امام اشخاص يوصفون بالسهوله ويوصفون بالليونه فيستحقون بذلك ان يكونوا اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا قائلا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ووصفه في وصف اخر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واليسر رأفة ورحمة وصف بها الحبيب صلى الله عليه وسلم ربما تتساءل لماذا قالت السيدة عائشة هذا الحديث؟ إنها قالت هذا الحديث لأنها كانت أقرب الناس إلى سيدنا رسول الله وطالعت تصرفات الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يختار اليسير من كل شيء لان الدين يسر ولان الحياه يسر والحياه تخلو من التعقيدات ولكن الناس هم الذين يخترعون التعقيدات ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما حتى لو كان الامران سهلين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الايسر وكان يختار الأسهل لأنه بطبيعته صلى الله عليه وسلم هين لين كما وصفه ربنا رؤوف رحيم كما وصفه ربنا إذا الاختيارات ها هنا لا تكون بين عسير ويسير ولكن تكون بين يسير وأيسر وهذه فائدة أفعل التفضيل ها هنا ما خُيِّر رسو بهذه اللغة الجازمة، اللغة القاطعة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، هذا القيد مهم جدا ان يكون في الاعتبار عند الاختيار وان يكون ماثلا في الاذهان عند الاختيار في تصرفات الحياة. حتى يكون رسول الله أسوتنا وقدوتنا وقائدنا وإمامنا لا بد أن تكون اختياراتنا في الحياة لا يغيب عنها البعد عن الإثم لا يغيب عنها البعد عن كل ما يكره الله وكل ما. يبغض وكل ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها بعدما ذكرت هذه القاعدة العامة في تصرفات الحبيب صلى الله عليه وسلم في أمور الحياة فربما يظن وربما يفكر أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أمور الدين داخلة في الموضوع فقالت السيده عائشه رضي الله عنها مستثنيه من هذه القاعده العامه الا ان تنتهك حرمه الله بعدما قالت وما غضب رسول الله لنفسه قط ثم بعد ذلك جاء الاستثناء من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحدد مواطن الغضب التي ينبغي ان يتحلى بها المؤمنون كما نسمعه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى اهلا بكم احبه الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما استقرت القاعده الاولى في حياه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وان الامر في حياته كان ماضيا على اختيار الايسر من امور الحياه بشرط ان يكون بعيدا عن الاثم فان كان فيه اثم كان ابعد الناس عنه ثم انتقلت السيده عائشه رضي الله عنها لقاعده اخرى عامه في تصرفات الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت وما غضب رسول الله لنفسه قط بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم معنى ان تغضب لنفسك اي ان تنتقم من اجل الاعتداء على نفسك او ان تنتقم ممن اهانك او ان تنتقم ممن اذاك والاحاديث الداله على ذلك كثيره مشتهره في الحديث الشريف فلطالما يسمع الناس ان اعرابيا جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردائه وقال له اعطني من مال الله الذي عندك فليس المال ما لك ولا مال ابيك وغيرها من الوقائع الكثيره جدا في حياه نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم ممن فعل به هذه الافاعيل، بل احسن اليه، بل اجزل له العطاء، بل منع الصحابه رضوان الله عليهم ان يقهروه او ان ينهروه، والوقائع في ذلك كثيره، وهذا قول السيده عائشه رضي الله عنها، وما غضب لنفسه قط لكنها استثنت بعد ذلك لان السائل ربما يسال هل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبانا في كثير من الوقائع؟ نعم كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب وقد جاء في روايات كثيره انه كان يغضب حتى يحمار وجهه. فلذلك السيدة عائشة تذكر هذا الكلام فتقول: إلا أن تنتهك حرمة الله أي حينما يعتدى على شرع الله حينما يعتدى على دين الله حينما يشفع في حد من حدود الله حينما يتهم رسول الله في عصمته فيقول: ويحك من يعدل إذا لم يعدل رسول الله كما جاء في الحديث الذي رواه الامام مسلم. كذلك ايضا في الحديث الذي رواه البخاري في غزوه حنين ايضا حينما قال له احد الناس يا رسول الله اتق الله واعدل فقال ويحك من لم يعدل اذا لم يعدل رسول الله حينما شفع اسامه في حد من حدود الله فغضب رسول الله حتى تلون وجهه. السيدة عائشة بهذا الحديث تجمع لك جملة من الاحاديث الكثيرة في البيان النبوي العالي الذي اعتدي فيها على رسول الله فلم يغضب لنفسه، وتجمع لك جملة الاحاديث الكثيرة الذي اعتدي فيها على حرمة من حرمات الله فاشتد غضب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجمع لك الاسباب وتجمع لك الاحاديث التي تصف بها النبي صلى الله عليه وسلم اوصافا عامه في تصرفاته وان الذي كان يستثيره والذي يستثير غضبه هو ان تنتهك حرمه لله وما غضب رسول الله لنفسه قط الا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله أي ينتقم بسبب هذه الحرمة إرضاء لله تبارك وتعالى فلم يبحث سيدنا رسول الله عن رضا نفسه وإنما كان يبحث سيدنا رسول الله عن رضا الله تبارك وتعالى فهذه الأوصاف الثلاثة المذكورة في هذا الحديث تجمع لنا اصول تصرفات الحبيب صلى الله عليه وسلم في عبارات قليلة بليغة بلغة سهلة هينة لينة مفهومة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الاهتداء وحسن الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته